تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. خوتي خوتاتي السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الروك ديال اليوم الاخوان، راني ديجا شاركنا معكم هاد القصيل هذا اللي كنا زرعناه تبارك الله، شاركنا معكم لقيته فاش كنا حرطناه. الحمد لله تبارك الله الاخوان طلع تبارك الله مزيان. كان واحد الوقيته حتى مشى، يعني حتى كان يبس، كان صفار اكثر من هكا. دابا الحمد لله راه يعني راه غطى الارض الحمد لله تبارك الله. اللهم بارك، اللهم يسر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. حنا الاخوان طلقنا الخرفان في القسيل، ضروري بعض الاصدقاء غادي يسولوا يقولك اودي واش داويتي، ضروري ندوى الاخوان. الحمد لله راه داوينا حنا من الاول، بالنسبه للناس المتبعين راه داوينا منين نض شويه د الربيع، منين بداو تيدوقوا الربيع ديك الساعه اللي داوينا. دازت 21 يوم داوينا، داوينا الدواء ديال السنتا، وكانت النتيجه انه كانوا لاحوا السنتا والحمد لله. الدواء في تربيه الخروف الاخوان صراحه ضروريه، الحمد لله والشكر لله، تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العشيه ديال الاخوان تبارك الله، ثم كما شفتوا راه الشمس مشات تغيب. فهاد الوقت هادي ما خش الواحد يعطل الغنم، يعني غير تقرب تبقى واحد نص ساعه هكا كل المغرب، ولا غير حسب الواحد يحس بالحال برد خصو يدخلها. ومن الاحسن الاخوان يعني اللي داير القسيل ماشي غير طلق صافي وخليهم وسير، لا ضروري توقف معاهم الاخوان، بداو ياكلوا القسيل بشويه بشويه. انتم الى لاحظتوا راه باين فرق، انت هاد البلاصه هادي راه ادخلوا ليها، هنا راه مشات تكلات والحمد لله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم تبارك الله، الحمد لله على كل حال. اخوكم راعي الغنم بالاطلس المتوسط يحييكم من نواحي ديال الازرو، تبارك الله ما شاء الله. كاين بعض الاصدقاء تيسولوني على الخرفان هادو البيع وكذا، هادي الصراحه الاخوان هادو ان شاء الله خليهم بعض الكليان، مازال غادي نزيد شي بركه اخرى نجدوهم العيد ان شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. نتمنى الاخوان يعجبكم فلوك، فلوك خفيف ظريف تبارك الله ما شاء الله، يعني فيه بعض النصائح. ماخصش الانسان يطلق في القسيل كامل، الفدان كامل ماخصكش تطلق فيه، طلق يضرب شويه بشويه باش ما يكرفسوش، قدر غير بالجناب ونتايا غادي. والدواء الاخوان راه ضروري بالنسبه للناس اللي شراو شي سلعه جديده، ضروري كي تشريها خصك داويها ضروري. او موان كاع الى خا الانسان يقول لك راه مداوي خصك تشربها بعدا، على الاقل تشرب الخل ومن بعد عاد عاوتاني ديك الساعه تشرب عاوتاني ودير لي برا. اللهم يسهل. تبارك الله ما شاء الله. المهم الاخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، اللهم يسر.
تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله، الحمد لله على نعم الله، هذا من فضل ربي.